تبع اللي الفيديوهات الاولين الان احنا بالقرب بالملعب الكبير لمدينه اكادير عبر الطريق المداري الجديد الان هاي تشوفوا فين هو الملعب الكبير مطلع اكادير الملعب الكبير مدخل اكادير هاي الطريق الجديد الان فتحت من عند الطريق السيار اكادير مراكش الى الميناء الان هو الطريق المداري الجديد تبارك الله اللهم بارك طريق جميل جدا ومريح ومصلوح جيدا وانتم كتشوفوا عبر هذه المناطق الجميله الرائعه انتم كتشوفوا اللهم بارك يا رب الحمد لله المغرب يتقدم الحمد لله اللهم لك الحمد يا رب المغرب يتقدم في صمت وفي هدوء اللهم بارك يا رب ذلك هو الملعب الكبير لمدينة أكادير وهنا هذه الجبال المحيطة بأكادير الأطلس الكبير اللهم بارك يا رب اللهم بارك يا رب اللهم بارك يا رب طريق جميل جدا جميل جدا ومريح الافتتاح ديالو الآن الحمد لله أنا دابا عبرت من أكادير وغادي هابط أكادير يعني كيقرب المسافة ومريح الحمد لله انظروا هذه الجبال المحيطة بأكادير الملعب الكبير مدخل محيط المحطة الطرقية الله الله سلام اللهم بارك يا رب اللهم بارك يا رب اللهم بارك